بتعملوا ايه؟ اتفضلي، انذار بالاخلاء واعلان ببيع البيت في المزاد. في المزاد؟ يا ربي ليه؟ ده حكم من المحكمة علشان اتأخرتم في دفع أقساط الرهنية. وإيه العمل؟ أنا عارف، اسألي محاميكي مش ليكي محامي. يلا يا شويش. محامي؟ محامي؟ لكن ده حكم نهائي بكل أسف، ولا بد من نزع ملكية البيت. لكن أمي عيانة بمرض خطير، أوديها فين؟ ما تقدريش توديها مستشفى؟ مستشفى؟ وأنا إزاي أفترق عنها؟ إذا كنت تسمحي لي أنا مستعد أعونك كأخ. كتر خيرك. سميحة هانم، اني حبذل كل ما في وسعي وان شاء الله نكسب القضية. انا متشكرة قوي يا متر. بونجور يا حضرتك. بونجور يا فندم. اسمحي لي اقدم لك الاستاذ المساعد سامي خيرا. الاستاذ سامي خيرا؟ انا حضرت له محاضرة اجتماعية في الاتحاد النسائي الشهر اللي فات. تهانية، انت مصلح عظيم. وسياسي متطرف، انا متنبئ له بمستقبل باهر. حضرتك السيدة سميحة هانم عزت من أرقى وأعظم عائلات مصر. بمعرفتك يا هانم، أنا أحب أدعوك مرة في سهرة عندي عشان أعرفك بأصدقائي. ده شرف عظيم لي يا هانم. أروبار أروبار يا أستاذ عاصم. العفو يا فندم، أنا أوصلك لغاية الباب. حيلك غرقتيني. يلا انا عرفت يكون شيك في حفله سميحه هانم المليونيره. لا انتي